شنو التحدي؟ تحدي الاندومي. طبعا هاي كاسه مع علاوي وهاي كاسه ماتي وهذا الماعون مع البنين. راح ناكل ونشوف منو اللي راح يفوز. منو راح يخلص؟ شو تتوقعون راح يخلص؟ بنين؟ لو حج فراس؟ لو علاوي؟ لا انا اليوم. انت تفوز؟ اي انا اقول انا افوز. حتى انت تفوزين؟ انا علاوي يفوز لو انا افوز. لو انت تفوزين؟ تابعوا المقطع وشوفوا من راح يفوز. واحد اثنين ثلاثة ابدا التحدي. ها بابا ها بابا تعمل ها طبعا الاندومي هم ياكلونه بالتطر. احنا لا احنا ناكل خواشي فحورناه يعني حورناه. الخواشي كانوا اشوف احسن من التطر. التطر يسوي هيجي ما يصير. طبعا انا راح افوز طبعا. لا ولك ماري لا تخاف المسابقه كل شيء اللي فزيت. شوفوا شوفوا انا فزيت بعد يهوى بعد علاوي وبعد بنين. يلا بنين يلا قلي يلا قلي يلا صح بابا اذا ما بنت وحده انا بابا حفوز ثانيه وما راح حفوز ثاني. يلا بعدك انت بعدك واه يلا 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 عفيف
بانين 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 بانين. يلا بني يلا 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 بسرعة يلا بسرعة. مسابقة هاي مسابقة شباب. أنا فزت بعد. من اللي يفوز؟ بنين لو علاوي؟ نشوف. أنا عدل البنين هذا هذا على لا ترى وقعد. يا بنين يا عافية عافية لا بنين فازت. بنين شوفوا الكاميرا شوفوا الفاز. بنين شوفوا الكاميرا الكاميرا علاوي مادي وبنين بابا شوفوا بنين شوفوا ماكو وبنين ماكو ماكو. طبعا اذا عجبكم المقطع خلوا لايك واشتركوا بالقناة وتفعيل الجرس. باي باي.